وحدها شواطئ عدن من عبرت عن فرحة عيد الأضحى هذا العام رغم مجيئه في ظروف اقتصادية صعبة من ارتفاع الأسعار وعدم تسليم الرواتب لكثير من قطاعات الموظفين. بشكل عام حلو الآن لكن من ناحية الأضاحي، من ناحية الملابس، من ناحية هذا ماش قدرة شرائية، إن الواحد بيشتري سامان العيد أو تياب العيد أو كبش العيد أو بامش رواتب ومصرفات. هذا ما عبرت عنه آراء الكثير من مرتادي شاطئ جولدمور الذي اكتظ بالأهالي من مختلف الفئات. العالة جفاف، ما حد سلام راتب ولا حد سلام حاجة، ما حد عيدك من الناس. الحرب، عازمة في الحرب. كما لاحظتم الأمن والاستقرار والبهجة والفرحة والسرور تعم الناس البسطاء رغم معاناة الناس من عدم توفر مرتباتهم. ممتازة جدا، ولو أنه في بعض المضايقات للظروف اللي عايشين فيها، لأنها يعني قدرنا نحن نقضي على هذه العقبات ونمشي حياتنا شوية. المهرجانات الفنية لم تغب هذا العيد وإن قل عددها، إلا أن منظميها أرادوا إيصال رسالة البهجة وفنون تجد في الأعياد موسما لإظهار مواهبها الواعدة. معنا ستاند اب كوميدي، معنا مسرحية صامتة ومسابقات وجوائز. ويظل العيد في عدن مرتبطا بشواطئها ذات الطبيعة الخلابة، بحرا وجبلا ورمالا وجد فيها الأطفال فرحتهم المتاحة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.